يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد غلاة الصوفية يقول مدافعا عن أبياتهم في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يقول إن النصارى قالت المسيح ابن الله ونحن لم نقل ذلك في قصائدنا، فما هو الرد عليه وفقكم الله؟ إذا دعوت الرسول واستغثت به فأنت مثل النصارى اللي يقولون الكلام ذا، يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الغوث في الشدائد، بل غير الرسول من أهل القبور يستنجدون بهم ويستغيثون بهم ويقولون حنا ما فعلنا مثل النصارى. هذا فعل النصارى، الشرك بالله هو فعل النصارى، وهذا شرك بالله عز وجل. نعم، يعني الشرك ما يكون إلا ما يفعله النصارى فقط. نعم.